الاتجاه الاول بيتناول الرب فيها موضوع السلام، ليكون لكم في سلام. الاتجاه الثاني ربنا بيقولنا ناحية الضيق، في العالم سيكون لكم ضيق. الاتجاه الثالث الرب بيعدنا اننا سنغلب العالم به ومن خلاله. بداية ازاي السلام ينقلنا للضيق والضيق ينقلنا للغلبة؟ ده معناها ببساطة شديدة ان الحياة بصفة عامة مش مستقرة على وتيرة واحدة، ولكنها غالبا بتبقى متغير في سلام، في ضيق، في غلبة. للأسف بعض الناس بيركزوا في الآية دي على الجانب المظلم، في العالم سيكون لكم ضيق. ده مش نصف الحقيقة، ده تنتهي، لأن قبل الضيق في سلام وبعد الضيق في غلبة. فليه احنا بنركز على نص الكوباية الفاضي وبنتجاهل النص المليان؟ لازم ناخد الحقيقة من كل زواياها عشان تبقى الحقيقة كاملة. يكون لكم في سلام، مش يكون لكم سلام. مركز الآية هنا شخص الرب نفسه. أصل السلام قضية متعددة الزوايا، يعني في سلام نفسي انك انت عايش مع نفسك في سلام، ما عندكش مشاكل، ما عندكش منقصات، ما عندكش جلد، فبتقول انا عندي سلام نفسي. في سلام عائلي، انت ومراتك او انت وجوزك وولادكم في بينكم سلام، مفيش لا نكد ولا صراع ولا مشاكل ولا خلاف. في سلام اجتماعي، ان الناس عايشه في سلام زي ما كنا غالبا عايشين هكذا قبل ثوره يناير. الى حد ما كان في سلام اجتماعي. في سلام مادي، يعني ما عندكش احتياجات ملحه تخليك خايف من بكره، امورك الماديه مستقره. وفي سلام سياسي، يعني البلد مستقره كما هي الان الى حد كبير، لكن في وقت من الاوقات كانت مصر بتغلي. لا
ولينا اجتماعات وخدمات ومناسبات. كل ده زمان كويس خالص وجميل ومريح. بس السلام بتاع المسيح مبني مش على الظروف والاحداث اللي هي اصلا بتتغير وتتجلب. انما السلام المسيحي مبني على شخص الرب نفسه يكون لكم فيه سلام. يعني من غيري او بعيد عني هتعيشوا في سلام مؤقت مذبذب متغير. سلام خارجي سطحي، لكن ما هو السلام داخلي عميق. وكلمة سلام دي بتلخص لينا رسالة المسيح والمسيحية. هو لما جاء جبرائيل الملاك عشان يبشر أمنا العذراء مريم بالحبل الإلهي، قال لمريم ايه؟ سلام لك ايتها الممتلئه نعمه، الرب معك، مباركه انت في النساء. طب انت يا ملاك جبرائيل جيت بزياره ممسح من 6 شهور والكاهن بار شيخ وقور وكان في الهيكل مش في البيت، وما قلتلوش سلام. قلت له لا تخف يا زكريا، من فتح خلصوم عدوى لامرأة اليصابات ستحفل وتلد لك ابنا وتسميه يوحنا. اشمعنى العذراء الصغيرة تقول لها سلام بينما زكريا الشيخ ما ادتلوش سلام؟ لأن العذراء مسمعة أن تحفل وأن تلد رئيس السلام، ملك السلام، إله السلام. بدليل ده وقت البشارة، بدليل إن يوم ميلاده بقى مش إبراهيم كفر يدي العذراء سلام شخصي، لا، جمهور من جند الملائكة مسبحين بمنشودة الميلاد: المجد لله في الاعالي، على الارض السلام وبالناس المسرة. وهكذا كانت رسالة المسيح لهذا البيت. ان كان ابن للسلام يحل سلامه عليه، وان لم يكن يرفع سلامه اليه. كل لحظة وجالس في لحظة تخبطها
فيا سلام. طب يا رب انت بتطمنا ان احنا هنعيش فيك وبيك ومعك في حالة سلام. لا، حياة المسيحية على الأرض مش حياة وردية، وإلا كانت الناس كلها دخلت المسيحية عشان تستمتع بالمميزات الخاصة بتاعتها. أقول لكم حاجة جت على بالي، في ناس بتبقى عيانة يعني بعد عنده أي مرض جسدي، يقول لك اتناول عشان نشف. لو التناول هيشفي كل مرض، كان كل الناس اتناولت، مش بس المسيحيين ولكن غير المسيحيين أيضا. لكن ده يعطى عنا خلاصا، غفرانا للخطايا، حياة أبدية لمن نتناول منه. فبالرغم من إن المسيح كلمنا عن السلام، إن إحنا في أمس الاحتياج إليه، لكن رجع كشف لينا حقيقة واقعية، لأن الرب مش بيصدر لنا أوهام. عظمة المسيح إن كان صادق جدا مع الناس ومع التلاميذ في كل كلمة قالها. يعني كلمنا على إن إحنا هنطاق وتكونون مبغضين من الجميع لأجل اسمي. في العالم سيكون لكم ضيق، ما أضيق الباب وأكرم الطريق. إن كانوا قد اضطهدوك فسيضطهدونك، كان واضح. ما وعدناش بأوهام. عشان كده بعد ما اتكلم عن السلام رجع اتكلم عن الضيق، فقال في العالم سيكون لكم ضيق، حتى ما قالش سوف يكون. في سير وفي سوف. سموه في اللغة العربية ظرف زمان. الفرق بين الاثنين ايه؟ ان سير اسرع من سوف. يقول لك سوف ازورك يوم بكره بعده من الملاك فرق، لكن سازورك يبقى الذي حل. فالرب ما قالناش تتعلم سوف يكون لكم ضيق، سيكون لكم ضيق. حد فينا مش شاعر بلقاءات العالم؟ مش احيانا انت تقول انا مضايق، الستات دلوقتي بيستخدموا تعبير انا مخنوقه. كل ست كريمه تقول انا مخنوقه. في العالم سيكون لكم ضيق، ايه الضيق ده؟ اشكال والوان. المشاكل ضيقه، الاحتياج ضيقه، المرض ضيقه، الموت ضيقه، التجربه ضيقه، الاضطهاد ضيقه، المعاناه ضيقه، الخلافات ضيقه، ضيقات كثيره. في العالم سيكون لكم ضيق، مش ضيقه ثلاثه بالجمع، بس بضيقات كثيره ينبغي ان ندخل ملكوت السماوات. وكان الضيقه دي بمثابه عمليه تصفيه واختبار، امتحان، محك، عشان ربنا يشوفنا هنسكت ولا نتزعزع ولا نشك ولا ننسحب ولا نطاطي. في العالم سيكون لكم ضيق. الضيقات بتاعت العالم اللي بدأت مبكر جدا، بدأت مع بداية الإنسان الأول، بس الضيقات دي جت مع الخطية والسقوط. يعني آدم لما كان في الجنة، جنة عدن، كان يعاني من أي ضيق؟
كان بيستمتع بحالة سلام مع كل الحيوانات والوحوش والكائنات، كان بيستمتع بالعشرة الشخصية المباشرة مع ربنا. ربنا كان بيكلمه كما يكلم الإنسان صاحبه، يكلمه ويسمعه ويحاوره. بعد السقوط وبعد الطرد من جنة عدن نزلنا في الأرض، تواجهنا في الأرض ثلاث مشاكل مملوءة ضيقة. الأرض والراجل والست، وأدي كل الخليقة، الكون، الرجل، الست. الأرض كلنا عنها الكتاب إيه؟ الأرض التي تنبت لك شوكا وحسكا. الشوك ده بيشير للمداعم الخارجية اللي تجرحك أو توجعك، زي مثلا أنت بتقطف وردة فيها شوك، إيدك اتشكيت فبتقول أيوة، كلنا بنقول أيوة. الخليقة كلها تئن وتتمخض معنا، لكن الحسد بقى يقولوا لنا المفسرين ده نبات مر، أقرب ما يكون إلى الحنظل بس درجة مرارته أعلى، فده يشير للمرار الداخلي. يبقى الشوك المتاعب الخارجية، الحسد المعاناة الداخلية، أحيانا يجتمعوا الاثنين، إنك بتعاني من بره ومطحون من جوه. زي الراجل مثلا تعبان في بيته وتعبان في شغله، يقول يا رب الاقيها فين ولا فين. طب الراجل اللي هو بس نصف المجتمع قال له بقرة كبيرة تأكل خبزة، ومن هنا يأتي التعب والشفقة. والتعب والشفقة ده بيبدأ في حياة الإنسان من لحظة الولادة الأولى. هي الست لما بتولد هي بتتألم ولا كده ولا الطفل بيتولد؟ الاثنين. عشان كده مفيش عيل ينزل من بطن أمه ساكت أو هادي أو مبتسم، غالبا بيقلق بيعيط. هي بتصرخ وهو بيعيط. دلوقتي الستات بيلجأوا للعملية القيصرية عشان يتفادوا القلق، لكن العيل برضه بيطلع بيعيط. في البداية عياط وبكاء ودموع وكأنه مش عايز يطلع، مش عايز يدخل. العلم يقول لنا إن الضغط الجوي لما بيضغط مناخ تاني غير مناخ الأم، جوه رحم الأم بياكل ويشرب وينام ومناخ الجو حر تكييف، حاجة جميلة. لكن بيطلع بقى الضغط الجوي إن كان حر ولا برد الدنيا بتفرد، ومن هنا بيعيط. وعياط الله معناها إنه بيرفض هذه الحياة بداية. نسيت أقول لكم حاجة جت على بالي. عارفين المر والحسد اللي عانى منه الإنسان؟ لما المسيح تجسد إنسان لبس إبليل الشوك فوق راسه، شرب المر على الصليب، عشان يقول أنا مش بس حملت خطية العالم، لكن أيضا حملت معاناة البشر. لأن مثلنا تمثيل كامل، وتألم كمثلان شبهنا في كل شيء ما عدا فيما هو قد تألم مجردا.
توصل للي انت عايزه وجاي مش بتاعك تكون للطرف التاني، لو مراتك راضيه ولا اولادك راضيين. وفي الاخر تقول طب اعمل ايه؟ الاخر ما عندي. عارف التعب انت ينسي لما الناس تفكرك. لكن لما تتعب ومحدش يقدرك ولو بكلمه حتى حلوه، التعب يتضاعف، يتحول من تعب جسدي الى تعب نفسي. طب والست اتكلم عن الارض وعن الراجل وعن الست، تكسيرا مكسر اتعاب حبل بالوجع والدين اولاد. انا مش ملاحظين ان عقوبه حواء اكثر من الالم؟ طب ليه؟ هي السبب. بس احنا اللي تكسيرا، كان ربنا بيهددها بتوعك تكسيرا مكسر اتعاب حبلك. فضلت الحمل، فضلت الحمل دي كلها تعب حديد وترجيع ودوخه ومغص وخايفه ومرعوبه، خايفه لا تصدق، خايفه لا تيجي بنت، خايفة ليه العيل مشوه، خايفة من مين حد. شكل ده تعال اشتغل تكسيرا مكسر الاتعاب حالا نشوف بالوجع تلدين اولادك. يبقى الدنيا كلها رقاق، الارض نفسها، الرجال عموما، الستات خصوصا. يبقى بيجي الكتاب يقول لنا هنا عم بيسال الرب في العالم سيكون لهم ليه؟ عارفين وشايفين وضمنا ومجربين، بس مين اللي مش بيحس؟ الطفل ما بيحسش، الشيخ ما بيحسش، المتبلد ما بيحسش، اللي عنده الهايبر ما بيحسش، اللي عايش على هامش الحياه ما بيحسش. في العالم سيكون له طين. بعد ما نتكلم عن السلام خدنا في منطقة الطين لكن ما سلمناش، ولكن صدقه. أكثر كلمة أحبها في الإنجيل كلمة صدقه، خصوصا لما تصدر من فم الرب. ده إحنا بنحتاجها بعضينا البعض. يبقى عندك انت حاجه كده تعبان، واحد انت بتحبه يقول لك ما تقعدش اهم حاجه، الموضوع ما يخوفش، ثقه. لان الراجل مستنيك كتير. لما جاء التلاميذ وهو والسفينه متخبط قال لهم لا تخاف، أنا هو لا تخاف. حتى الإيمان بمعنى الثقة، يقول سرسوري كده في العبرانيين، الإيمان هو الثقة بما يرجى واليقين بأمور لا ترى. وقالها اللي ما فيهوش كفر نعوم المدلل من الثقة، قال ثق يا بني مغفورة لك خطاياك. وقال من زفت الدم صبر يا ابنك ايمانك قد شفاك. نقدر نبحث كلمة صدق في الكتاب الأكبر كتير. هنا بقى المسيح بيتكلم بصفة جماعية، ولكن صدق أنا قد غلبت العالم. كلمة لكن دي في اللغة العربية يسموها استدراك. يعني بعد ما قال حاجة بيستدرك حاجة تانية. بعد ما اتكلم عن الضيق يقول ولكن، زي ما بطرس الرسول قال له تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا، ولكن على كلمات كل شر. صدقوا انا قد غلبت العالم.
واجهت مثلا البحار والموج وكان في منتهى البعض. يأتي في المقدمة يونان. يونان لما قامت الريح بسبب كان هذا النوع العظيم بسبب ايه الحاجة يا عم يونان؟ ارموني اتركوني في البحر فيهدأ فيسكت الريح عنه. وفعلا لما رموه السفينة نجت. ولولا ان ربنا اعد له قوتا عظيما كان زمانه ضاع وانتهى. يعمل ايه النبي قدام البحر؟ ونبدأ نعمل حاجة طبيعية. الله يعينك. لولا ان ربنا تدخل وطمنه وقال له اضرب البحر بالعصا عشان هو كده عشان كده خد الكلام بثقه وقال لهم ايه؟ قفوا انظروا خلاص الرب. يعني يونان بلعوا البحر، موسى انقذ الرب، لكن المسيح يسوع يا معلم اما يهمك اننا نهلك. واللي بيقولوا كده دول ما كانوش دكاتره ولا مهندسين ولا اساتذه روحانيين ولا صيادين ولا صيادين، طول عمرهم عايشين في البحر، ويبقى بالتالي طول عمرهم مرت عليهم مواقف زي كده وقف، بس المره دي بقى مختلف. المساله وصلت للهلاك. قال لهم يا قليل الايمان لماذا شكرت؟ وقف وانتظر الريح وقال للبحر اسكت، قال الريح تبكى، فحدث جوع عظيم في السفينه. جو كلهم يسجدون سجود جماعي وقالوا له ما راينا مثل هذا قط، فان الريح والبحر جميعا يطيعان. الخليقه لا تخضع الا بخالقها. واحنا من المنطلق ده بنصلي من اجل الرياح والاهويه والبحار والانهار، لان مؤمنين ان الله قادر ان يسيطر على خليقه، ومؤمنين ان الخليقه لا تقطع الا لخالقها. واكبر دليل على كده اللي حصل يوم الجمعه العظيم. يعني الشمس تظلم من الساعة السادسة إلى الساعة التاسعة، من 12 إلى 3 دي بتبقى شمس عمودية على 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 الكرة الأرضية. يقول حدثت ظلمة على الأرض كلها. ليه؟ لأن الخليقة شايفة الخالق الفاني المتجسد المخلص بيتهان وبيتهان وبيضر، فأعملت احتجاجها. على رأي أحد المفسرين مش عايزة الشمس تشوف سيدها وهو في هذا المشهد المهين. وبعدين الكتاب بيقول لنا إيه؟ الأرض الشمس تنمر، الأرض تزلزلت، الصخور تشققت، القبور تفتحت، وخرج كثير من اجساد الكذبين ودخلوا المدينه المقدسه وظهروا كذا. الخليقه في حاله ثوره. الثوره دي هي عربون مصدر لما هو عتيد ان يحدث في اليوم الاخير. ان الشمس تظلم، القمر لا يعطي ضوءه، نجوم السماوات تتساقط، القوات تتزعزع، الكون يتهان. فما هياش يعني حاجه عجيبه ان المسيح يغلب العالم، لان العالم خاضع له بصفه انه هو الخالق. اخذ نقطه ثانيه. مش عارف الوقت اسمه مني.
كما أعاقبه مرتين. عاقبه الأول بالطوفان، وبعدين رجع عاقبه فيما بعد بالنيران. الطوفان غطى الأرض كلها ولم ينجو أحد إلا ثمان أنفس بالماء، نوح ومراته أولاده الثلاثة ونساء. ودي بتكلم لنا حاجتين، بتكلم لنا صورة جميلة للعائلة المؤمنة المتماسكة. ما فيش صراع بين الثلاث، مفيش مشاكل بين الاخوات، مفيش حاجه اسمها انا ومراتي ابني، لا كلهم مع بعض. وفي نفس الوقت دول يعتبروا بمثابه ادم الجديد، بدايه لخليقه جديده. احنا اولاد ادم بالخلق واولاد نوح بالنجاح. الرب يسوع يقول كما كان في ايام نوح هكذا يكون في مجيء ابن الانسان. والناس ما كانتش جابله فكره نوح ان يبني سفينه، وسفينه كبيره، ده ربنا هو اللي حط المقاييس، ربنا مهندس، مهندس سفن، اداله الابعاد عشان السفينه ما تتعرضش لاي محاوله انقلاب بسبب الموت، بسبب المية اللي جاية من تحت ومن فوق تتبجر من الأرض وهابطة من السماء، فعملها بإحكام عجيب. ونوح كان يتمازح في عيني أصهار، يقول تعمل إيه؟ نوح باب السفينة واحفظ كذا وكذا. حد مصدق؟ حد مصدق إن العالم هينتهي؟ حد مصدق إن المسيح بيرجع في الحال؟ حد مصدق إن إحنا في أواخر الأيام؟ كتاب يقول يأتي الهلال بغتة كالمخاطر الجبلة فلا ينجو. وهكذا خلق الله العالم بالطوفان، بس ربنا حنين ندم في قلبه وقطع على نفسه عهد ان مش ممكن يدخل العالم كما كان في ايام نوح، والا كان اغرقنا مليون مره بسبب الخطايا التي لا تنتهي، بسبب الدنيا اللي عملت خط في بعض. وغلب العالم لما حرق مدينتي سدوم عمور من ايران. ثلاث أبعاد. يعني ده مرة نقرأ هكذا
احبهم ربنا بالفعل. كلمة العالم تعني طيار الاسم والفساد. فلما تيجي قدامك آية عن العالم حاول تعرف البصمة واخدها في أي اتجاه من التلاتة. المسيح أيضا غلب العالم، يقول رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيا شيء. ما قدرش يجرب من ناحيته. فاكرين لما جاله في التجربة؟ كان في حيرة. إن كنت أنت المسيح ابن الله فقل أن تصير الحجارة قوة. سابوا في جنب. إن كنت أنت المسيح ابن الله فاطرح نفسك إلى أسد. سابوا في جنب. لحد ما اتجنن وفقد لدرجة إن يقول لربنا إيه؟ أعطيك هذه جميعها إن خرجت وسجدت لي. ونفس المحاضرة على الصليب، إن كنت أنت المسيح ابن الله فانزل على الصليب لكي نرى ونؤمن. رب يسوع يقول لي رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء. مش البرق من ناحية طوبه، ولكن البرق هنا من ناحية سرعته. والمسيح يسوع أيضا غلب العالم بفكره الجديد وتعليمه أخلاقية إنسانية. نتكلم عن محبة الأعداء، نتكلم عن الصلاة من أجل المسيئين، نتكلم عن الميل الثاني، نتكلم عن الخد الاخر. القيم دي كلها تحت موضع جبل دي خلت العالم منكمش في ضوء تعليم المسيح. والمسيح ايضا غلب العالم عندما تحمل الام، سواء الام الخطيه او الام النفسيه او حتى الام الجسديه. والمسيح ايضا غلب العالم بالصعود. لما المسيح يصعد من العالم تحت رجليه. يعني اقوى مشهدين او ثلاث مشاهد فيه المسيح غلب العالم بكل معطياته: القيامه، الصعود، الصليب. الصليب للعالم، القيامه منتصر، الصعود منتهى. غلبه الصعود. زمان الشيطان في نجوم الجبل كان بيطرح نفسك الى اسفل، خلي فوق، قوم للناحيه الثانيه، ارمي روحك لتحت، لانه مكتوب انه يرسل ملائكته بك فعلى اياديهم يحملونك لكي لا تظلم احد غيرك. الشيطان ما جاوبوش وسابوا في حفظ. لكن جاء في الصعود قال له انت قلت لي ارمي نفسك من فوق الملائكه تتكلم. لا، انا بقى من تحت اصعد الى فوق. والافضل ان انا ارمي روحي لتحت ولا انا فوق ولا انا تحت اطلع فوق. والجميل في مسيحنا انه مش غير بالعالم شخص، هو طبيعي يغلب بالعالم كإله، لكن غلب العالم من خلال أولاده، وغلب العالم بحسابه عشان يعطينا نحن عربون هذه الغلبة. ناس كثيرة قال ربنا غلبوا العالم، الأبرار اللي عاشوا في العالم غرباء غلبوا العالم، الخدام اللي حملوا صليب الكرازة غلبوا العالم، الرهبان اللي فرقوا العالم غلبوا العالم، الشهداء
اللي ضحوا بدمائهم لتكون عامل. وبعدين في آية بقى جميلة هتمنيها في يوحنا 1:5 يقول لأن كل من ولد من الله يخلف العالم، وهذه هي الغلبة التي نخلف العالم، التي نخلف بها العالم إيمان. إيمان بنتكلم عن حاجتين، المولود من الله، واتكلم عن غلبة الإيمان، المولود من الله بالمعمودية أساسا وبالتوبة كمان. هيغلبوا العالم إيمانا، يبقى المعمودية أساسا التوبة جهادا الإيمان، والمعمودية مبنية على الإيمان والتوبة مبنية على الإيمان. ولو أنتوا قريتوا بقى سفر الرؤيا، أنا طولت مش عارف أطول، في 7 وعود الرب إداهم للغالبين. يعني مثلا من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة، من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني، من يغلب فسأجعله عمودا في هيكل بلاد، من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي، من يغلب أكون له إلها وهو يكون لي ابنا. يسموها مكافأة الغالبين. وطالما في مسألة غلبة يبقى هناك صراع وهناك معركة، يا إما منهزمين يا إما غالبين. وفي ترنيمة جميلة بتتكلم